يا مساء الورد، وخمس علامات أعرف بهذه العلامات أني نمت جيدا وحصلت على الشيء المرجو من النوم. أولا، لما تروح تنام ما تأخذ أكثر من 20 دقيقة ثم تنام، لأنك إذا تعديت 20 أو 30 دقيقة أرق، ما جاك النوم. والشيء الثاني، أنك لما تنام تبقى طول الليل نايم، ربما تستيقظ مرة واحدة فقط واحدة، أو لا تستيقظ ولا مرة. العلامة الثالثة، أنك لو استيقظت هذه المرة ورجعت تنام، لما ترجع تنام ما تأخذ أكثر من 20 دقيقة للعودة مرة أخرى إلى النوم. هذه ثلاثة. العلامة الرابعة، أنك تنام المدة المطلوبة وفقا لعمرك، طبعا تختلف لكنها بشكل عام من 6 إلى 7 إلى 9 ساعات. الأطفال يختلفون طبعا كثيرا. وأما خامسا وأجمل شيء، أنك إذا صحيت من النوم تشعر بالحيوية والنشاط والتركيز وترميم الجسم، وها هذه العلامة الخامسة ومهمة جدا، وهي الغاية من النوم، لأن النوم وظيفة ليس عادة. الله يوفقنا وإياكم يا رب، إن قلنا شيء مفيد ادعوا لنا. سلام بإذن الله. في المرات الجاية راح نتكلم عن كيف نحصل على النوم الجيد، أشياء تساعدنا ندخل في النوم الجيد، لأن النوم زي ما قلت لكم هو وظيفة. ترى اللي ما ينام زين ما ينزل وزنه، وترى اللي ما ينام زين يرتفع سكره ويرتفع ضغطه علميا. ترى ولا مقاومة الإنسولين، ها أشياء أو تحسس الإنسولين. الله يوفقنا وإياكم. سلام.